فنحن استطردنا شوي، اللي جرنا للموضوع الحروف المقطعة، حروف حظنا منها الإيمان أنها كلام الله، ننطقها كما رويت، ذكرت في مطلع 29 سورة في القرآن العظيم، ليست متتالية هذه السور، وهذه الحروف مجموعها 14 حرفا. نحن بنعرف يا أخواني وتكلمنا بالأمس أن الحروف الهجائية في لغة العرب كم حرف؟ 29. المكتوبة كم حرف؟ 28. مين الحرف الناقص؟ الهمزة. طيب لاحظوا السور اللي بدايتها حروف مقطعة كم سورة؟ بعدد الحروف الهجائية. طيب عدد الحروف المقطعة كم؟ 14، يعني نصف الحروف الأبجدية المكتوبة يعني. طب هل من وراء هذا الكلام شيء؟ ما بعرف، بس هي عبارة عن لفت نظر. انتبهنا كيف؟ هذه الحروف 14 التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور، جمعها الشيخ سليمان الجمزوري بقوله صله سحيرا من قطعك، ومنهم من جمعها بعبارة نص حكيم قاطع له سر، أو نص حكيم قطعا له سر، وهي جميلة جدا هذه العبارة، نص حكيم قطعا له سر، يعني قطعا له حكمة وله سر عند الله عز وجل. نعم، هي أجمل من صله سحيرا من قطع، وكل واحد اجتهد، جزى الله جميع ساداتنا العلماء عنا كل خير. هذه الحروف منها المفرد مثل قاف نون صاد، ومنها المثنى مثل طه ياسين، ومنها الثلاثي مثل ألف لام ميم ألف لام را، ومنها الرباعي مثل إيه ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد، ومنها الخماسي مثل كاف ها يا عين صاد، تمام، حاميم عين سين قاف، إلا أن حاميم عين سين قاف كتبات مقطوعة. ليش؟ ما بعرف. كاف ها يا عين صاد شو كتبات؟ موصولة. حاميم عين سين قاف كتبات حاميم لوحدها وعين سين قاف لوحدها، ما الحكمة؟ والله ما أدري. تبهنا كيف؟ هذه الحروف نقرأها كما ذكرت منذ قليل معتقدين أنها كلام الله، الله أعلم بمعناها وبمكنونها، ولنا على كل حرف إن شاء الله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، نلفظها كما نقلت لنا. ننتقل إلى مبحث. ابتدأ الله عز وجل 29 سورة في القرآن العظيم بحروف مقطعة، الله أعلم بمعناها، حظنا منها الإيمان أنها كلام الله، تلاوتها كما وردت. عدد الحروف المقطعة في القرآن العظيم 14 حرفا، يجمعها نص حكيم قطعا له سر. طبعا التلوين اللي شايفينه أنتم في الحروف ما هو يعني للمكياج، وإنما الحروف المتماثلة في الطول بلون واحد، يعني اللي لونهم أحمر هدول يمدون كما سيأتي معنا ست حركات، اللي لونهم أزرق يمدون حركتين مد طبيعي، اللي لونه أخضر وهو الألف لا تمد، الألف لا تمد، وبقي عندنا مين؟ العين لونها بنفسجي لو تمد إما أربعا أو ستا من طريق الشاطبية، وسيأتي معنا هذا مفصلا، بس حبيت ألفت نظركم أنه هذا التلوين ما هو للتسلية، تبهنا، وإنما من باب واللفظ في نظيره كمثله، أو واللون في نظيره كمثله. الحروف المقطعة في كتاب الله عز وجل، جاءت الحروف المقطعة 14 على 14 هيئة، كمان هذا ملحظ آخر، الحروف 14 يا أخواننا جاءوا على 14 هيئة، سبحانك يا ربي، يعني بتحس في شيء لكن بعدين ما بتعرف شو هو هذا الشيء. نتوقف وإن شاء الله بكرة بالجنان الله يجعلنا وإياكم منها، لعل الله عز وجل يتفضل علينا ويكرمنا كما قال يوم يأتي تأويله، فإن شاء الله الله بيكرمنا وإياكم في الجنة، الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنان أجمعين مع مشايخنا وساداتنا وصحابة رسول الله والسادة الأنبياء عليهم السلام وآل بيت رسول الله وساداتنا الفقهاء والقراء والمحدثين والعلماء والوعاظ وال 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 كل هؤلاء، الله يجعلنا جميعا إن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة، وإن شاء الله ربي بيتكرم علينا هناك فيطلعنا على أسرار هذه الحروف تكرما منه وجودا، هذا ظننا والله يفعل ما يشاء. طيب هذه الـ 14 حرف
جاءت على 14 هيئة كما نرى أمامنا. لحن أقرأها وتقرأوا ورائي بعد إذنكم بصوت واحد، شو رأيكم؟ منحاول نبدأ مع بعض ونحاول ننتهي مع بعض. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. ألف لام را. ألف لام را. ليس في آخرها همزة. ألف لام ميم را. ألف لام ميم را. كاف هي عين صاد، فيها حرف العين. حرف العين يصح فيه كما ذكرت منذ قليل أربع حركات اللي هو التوسط وست حركات، سنبدأ بقراءته أربعة ثم نعيده بمقدار ستة. ماشي الحال؟ بتكون تركزوا معي، نبدأ مع بعض وننتهى مع بعض. كاف ها يا عين صاد. الآن حنعيدها ونجيب عين ستة. كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد. طه طه طاسي طاسين ياسين ياسين صاد صاد حميم حميم. ما قلناه عن كاف يا عين صاد نقوله في حميم عين سين قاف. طبعا حميم عين سين قاف كما ترون كتبت مفصولة، لكن المشايخ بيقولوا قرأوها موصولة. انتبهنا كيف؟ ابن الجزري الله يرحمه يعني أتى بكلام شو بدي يقول عنه مبهم يعني، أو على الأقل في غموض شوي. قال تنبيه أنه هذه الحروف تقرأ موصولة، إلا أن حميم عين سين قاف كتبت مفصولة. شو قال؟ إلا أن حاميم عين سين قاف كتبت مفصولة وسكت، بس ما قال أنه يعني يصح أن تقف على حاميم ثم تبدأ عين سين قاف. أنا بتذكر في تسجيلات الحصري الله يرحمه كان يقف على حاميم ثم يبدأ عين سين قاف، وهذا منطقي. ليش منطقي؟ خاصة عندنا بالعد الكوفي، العد الكوفي حاميم آية وعين سين قاف آية، والآية ورؤوس الآية ما عرفت إلا بوقف النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهتوا كيف؟ فإذا حاميم آية وعين سين قاف آية، ما المانع أن نقف على حاميم؟ وهذا في تسجيل أنا بتذكره يعني من مسموعاتي القديمة للحصري يقول حاميم ثم يقف ثم يبدأ عين سين قاف. يعني خلاصة الكلام مشايخنا كانوا يأمرونا أنه نقرأها موصولة. انتبهنا كيف؟ أنتوا أحرار، إذا سمعتوا حد عم يقرأها مقطوعة ما لكم يعني ما عندكم دليل انكم ايش يعني تنهوه بشده. عرفنا كيف؟ لكن انا عم بحكي لكم الواقع. يعني المشايخ جادلت يعني مو جادلتوا ناقشتهم كثير بالموضوع بهالمنطق هذا اللي عم نحكي فيه الان. اليست مكتوبه مفصوله؟ اليست حميم ايه وعين سين قاف ايه اخرى عند العد الكوفي؟ ما المانع اذا ان نقف على حميم؟
طالما أن رؤوس الآية عرفت بوقف النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقولوا هيك، حتى أظن بالبدور الزاهرة الله يرحمه الشيخ الفتاح القاضي يقول أنه إيه، أنه تقرأ موصولة، تبهنا كيف؟ فنحن بنقرأها موصولة، أمرنا إلى الله، لكن ما أستطيع أن أنكر على من يقف على عليها مقطوع. في شيء إخواننا بالعلم اسمه الخروج من الخلاف. شو اسمه؟ عرفتوا شو الخروج من الخلاف؟ يعني يجيب الأسلوب اللي بيخرج من الخلاف الواحد. إذا قرأت موصولة ما حدا حينكر عليك، إذا قرأت مقطوعة حيوجد مين؟ انتبهنا، فالواحد يخرج من الخلاف ويريح حاله.